أكد رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن العمل جار لإعادة فتح مطار الريان بمدينة المكلا، وقال إن المطار والميناء يعدان واجهة حضرموت للخارج، وبدونهما لا يستطيع التجار ورجال الأعمال والمستثمرون مزاولة أعمالهم التجارية. وقد وصل إلى المكلا رئيس الحكومة برفقة 7 من الوزراء بينهم وزير الداخلية حسين عرب. تفاصيل في سياق تقرير مراسلنا محمد اليزيدي. بهذه الطائرة وصل رئيس الحكومة الشرعية يرافقه عدد من وزرائه إلى مدينة المكلا قادمين من العاصمة المؤقتة عدن في زيارة هي الثانية من نوعها منذ تحرير المدينة من سيطرة مقاتلي تنظيم القاعدة أواخر إبريل الماضي، حيث كان في استقباله محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد بن بريك وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة. نرحب بالأخ دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر والأخ اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والوفد المرافق له لزيارة محافظة حضرموت، محافظة الأمن والأمان، محافظة السلام. إلا أن هذه الزيارة لا تشبه سابقتها التي استمرت لساعات محدودة، فجدول الحكومة يبدو ممتلئا خلال الأيام القادمة بالكثير من اللقاءات مع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعقد لقاء مشترك بين الحكومة والمكتب التنفيذي للمحافظة للإطلاع على مجريات تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية فيها. نحن هنا لزيارة المحافظة، سنتحدث بعد قليل إلى المكتب التنفيذي وإلى قيادة المحافظة وإلى الشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والنخب السياسية قيادة الأحزاب. لدينا بعض الأخبار الطيبة لحضرموت، ولكن دعونا نخاطب بها أهل حضرموت هناك وأنتم منهم، ولكن هم أولى بالخطاب فيما يتعلق بقضايا الخدمات العامة. ومع عدم اتضاح ماهية تلك الأخبار الطيبة التي يحملها رئيس الحكومة في جعبته لحضرموت، تظل التكهنات قائمة حولها إلى أن يتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. كثيرة هي الملفات التي تتطلب من الحكومة معالجتها خلال هذه الزيارة، لكن الأهم هنا أن مجيء الحكومة للمكلا جاء ليؤكد أن المدينة باتت قادرة على أن تكون محطة ملائمة لاستقرار الحكومة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.